آه خليني اقول لك انه يعني بعطي كل المجد للرب انا ابتديت اول برنامج في العالم آه برنامج تلفزيوني في اللغه العربيه انا ابتديت انتج برامج في سنه 82 كنت بعدني فرخ شاب صغير صغير آه يعني في بدايه ايماني وفي طبعا في 83 ابتدينا ننتج نور لجميع الامم وفي سنه 84 طبعا ابتدينا في الانتاج والاسم نور لجمع الامم رسميا اصبحت طبعا الخدمه نور لجمع الامم ومن هذاك الوقت الرب باركنا جدا على فكره وابتدينا ننتج برامج كنا نحطها على قناة الشرق الأوسط اللي بتصل لبعض الدول العربية وطبعاً في ال 94 ابتدينا مع قناة ست وفي ال 2003 ابتدينا مع قناة الحياة وقنوات أخرى لكن بالنسبة لبرنامج اللي أنا بعمل برامج بث مباشر من بداية قناة الحياة أو قبل كنت بساوي برامج في اللغة الإنجليزية قبل اللي كان بشاهد برامج إنجليزية كنت على مدار ست سنوات بعمل برامج بث مباشر حي في اللغة الإنجليزية أولاً وبعد بعدين على ابتديت على قناة الحياة بال2003 في برامج بث مباشر وما زلنا حتى اليوم لكن سبع سنوات احنا بنحتفل في برنامج ليكن نور في طبعا في أسماء ومسميات كتير يعني عبر كل هاي السنين فأنا بشكر الرب وبعطي كل المجد للرب هاي بس نبذة سريعة <applause>